أهلا بكم إلى الأسبوع السوري. في حلقة اليوم نسلط الضوء على واقع أطفال سوريا، فالكثير منهم يضطرون إلى مغادرة مقاعد الدراسة والدخول في سوق العمل من أجل مساعدة عائلاتهم. كما نستعرض من خلال الحلقة بعض مشاهد آثار القصف والدمار على حياة ونفسية الكثير من أطفال سوريا. في ريف حمص الشمالي اضطر الكثير من الأطفال إلى الدخول في سوق العمل من أجل مساعدة عائلاتهم على تأمين لقمة العيش، وخاصة تلك العائلات التي فقدت معيلها بسبب الحرب الدائرة. أنا اسمي عبد الباري من ريف حمص الشمالي. نحن كنت بالمدرسة أو إجت المدرسة إجت طيارة قصتنا أو جينا أو ولعونا الأساتذة قالوا لنا ما في مدارس وكل المدارس قصفة وصرت أشتغل هون، صرت أشتغل دوزنجي ومشان أساعد أبوي لأني عشتنا شو اسمه صارت سيئة. هيك سيئة صارت، وهلا عم اشتغل هون عشان اتعلم كمان احسن ما اتم قاعد بالبيت، وصرت اشتغل هون وصرت اعرف افك واركب، وصرت اعرف افك جسر وافك شو اسمه مشط وافك بيضة وافك كل شيء، وصرت اعرف اتعلم وعلمني معلمي وكل شيء، وهلا عم بساعد ابوي بكل شيء. نهار الجمعية عم بيعطيني 500 او 1000 وعم بساعد ابوي وعم بعطيه اياهم. بجينا الطفل اللي عنا على الورشه بده يشتغل، ندشر مدرسته وجاي بنشوف احنا الطفل يعني اذا يعني حالته المادية منيحة ما بنشغله، بنقول له روح المدرسة، والطفل الله يساعده الأبو ما اعتقل وكذا بنشغل واحد اثنين ثلاثة، والأوضاع يعني دائرة هون. بالله بشكل عام هلا ما في شغل، يعني ما مثل قبل مثلا كان في شغل، كنت شغل خمسة ستة يعني أمور عادية كانت، بس هلا هون نحن بالريف محاصرين شوي وبدها يعني شوي هيك الأطفال يعني ترجع المدارس، وهذا الطفل يعني لما عتر يعني أبوه يعني ما اعتقل، أبوه متصاوب، أبوه يعني بدك هذا تشغله، مضطر تشغله، تشغل واحد اثنين يعني ثلاثة. حياة الطفل هون ما عاد في حياة تقليل. عندنا ابن جارنا مثلا ابوه شهيد، امه ما فينا تطلع على لا تجيب خضرة ولا تجيب خبز ولا تعيل في بيتها. هالطفل اللي ساعته صغير بيروح كل يوم على محل الحلال الساعة 7 بيروح، ان كان الدنيا برد كانت ثلج كانت هيك، اذا عطل النهار ما عاد له يومية. وهاليومية هي بدها تساعده، هي بدولار، يوميته كلها بدولار. بده يرجع هالبيت، هالدولار شو بده يشتري لا يشتري. بتلاقي بيرجع بيروح على هالشغل. بتلاقي حداد، عيونه منفخة، راحت طفولته، راحت كل شيء. ثيابه كلها وسخ، كلها هيك. مدرسة ما عاد فيه، بتلاقي عند المساء هو راجع ما له حيل يرجع على الدار. يعني بده يوصل على الدار يا دوبها عم يشحط حاله شغل. صار الطفل هون هو رب أسرة. ما عاد في طفل. الطفل هو صغير صار هو رب الأسرة، اللي أبوه يعني مثلاً إذا أبوه شهيد أو مبتورة إجره أو عنده أولاد أو أمه مريضة أو أبوه الولد اللي عنده كذا شغلات، بتلاقي عم يطلع يلقط نايله، عم يبيع بنزين، بسط بنزين لصغيري، بتلاقي عم يرعى غنم مع هاد، بتلاقي حي الله شغلة، شوية خضرة، شوية شغلة من هون،
يعني حي الله شغلي بس مشان يطالع ويتلو. هاي حياة الطفل هون بتلبيسي. بترجع للي عنده حالته المادية ما بتلاقي مساعد ابنه. نحن بوضع هلا ما لنا منيحين فيه والله. وكنا قبل كنا عايشين عيشة منيحة ماشي حالنا، كنا قاعدين بدورنا. هلا بأشياء ضربنا دورنا، دورنا تهدمت. كنا نروح على المدارس قبل، وكنا هنيك نقعد ونتحرك نحن ورفقاتي. هلا نحن على المدارس، ونحن نروح على المدارس اللي هي مسكرة، وهذيك المرة فتحت والله. رحنا قعدنا فيها، اجت ضربة طيارة واستشهدوا نص رفقاتي وتصابوا نصهم، والحمد لله نحن طلعنا بخير وسلام مننا. ونحن جايين صار ضرب الهاوين والمدافع والله. هلا هاي هالحرب ما خلانا نحن كمان بدنا ندرس مثلنا من اطفال العالم. ما في غير عنا بسوريا ما في مدرسه. شو هو والله الحرب خربتنا بيوتنا وخربتنا دورنا. شو بدنا نضل نسوي بهالعيشه؟ هلا كنا قبل عايشين وقاعدين مرتاحين، هلا ليك الحرب. كل ما نطلع نلعب برا يجي نلعب نحن ورفقاتنا، تجي تطلع الطياره تجي يقولوا اخلص الشوارع فوت على الملجا. ما نطلع لايمات لا تاع نهار الصبح. كنا عايشين والله بخير قبل وتمام، بس هالحرب صوتنا عيشتنا خالص. صرنا نتول حالنا، صرنا بس بدنا نعرف شلون بدنا نعرف هالحرب تخلص مشان ندرس نتعلم. ليك انا هلا صار عمري 11 12 ما بعرف اقرا ولا اكتب. جيت هذيك المره لاحكي مع عمي ما انا هون، جيت ما عرفت لا اقرا ولا اكتب ولا اعمل شيء. شو بدنا نسوي؟ قاعدين وساكتين والله. نحن بالعيشه خالص، ثيابنا معطينا والله. شو بدنا نسوي؟ قاعدين الحمد لله هلا عم ناكل عم نتعشى، بس هالماء هالكهرباء وهالضرب وهالطيران ما بخلينا نقعد خالص. لايمت هالحرب بدها تضل؟ لايمت؟ ايمت نخلص منها؟ بدنا نقعد بخير وسلامه، بدنا نعيش، بدنا ندرس، بدنا نتعلم، بدنا خيو شو بدي احكي لا احكي. ما ظل عالم في سوريا كلها، كل الدور دمرت، ما في حمص، ما ظل حمص. هون عنا بتلبيس يطلع دمار وقذف وطيران، شي يطربونا صواريخ. والله هذيك المرة كنا قاعدين بدانا ما شفنا على صاروخ ضرب ورانا. عائلتي منا تصاوبت، أخوي الكبير تصاوب، ومنن أخواتي تصاوبت. هذيك المرة صهري كمان فايت على درجة القذيفة، استشهد صهري واستشهد أبوه، نص العالم استشهدت من هالضرب ومن هالحرب. بدنا نعيش يا أخي، بدنا نعيش. لا أمد تضل هالحرب. في ريف إدلب تظهر آثار الحرب بشكل واضح على نفسية الأطفال، سيما وأن الخوف أصبح شبحاً يرافق الكثير منهم بسبب ما رأوه من مشاهد مؤلمة كالقتل والدمار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي دفع ببعض الآباء للبحث عن حلول طبية لهذه الأمراض النفسية. آه
بالنسبة لوضع الطفل ونفسيته، نفسية الطفل تغيرت بسبب الحرب اللي صايرة هون بهالبلد وسبب القصف والدمار. تغيرت نفسية الطفل يعني كتير كتير. كنت تلعب الطفل يمزح يضحك معك يستجيب معك بالضحك وباللعب، بس هلق لا، ما عاد مثل أول. يعني بدك فترة حتى، يعني بدك شغلت 10 دقائق ربع ساعة حتى تحسين تخلي الولد يستجيب عليك باللعب أو بالمزح أو بالضحك أو بأي شيء. بسبب هالوضع هذا أثر كتير كتير على نفسية الطفل. وفي عندي أنا لغة مثل أولادي، يعني عندي الأولاد بس سمعوا طلقة أو سمعوا طرقة باب أو سمعوا أي شغلة بيكون الولد ارتجف وخاف وصار يبكي ويعيط ويتجه ناحية وبيلفني. أي شيء يعني ممكن، يعني طبعا مثلا اطلاق نار في القرية أو صوت طيارة أو صوت مروحة، بيكون الولد يعني جفلي يعني غريبة، فعلا غريبة، وبيكون توجه ناحية وصار يلفني وصار يبكي. أو بهالسبب يعني بسبب نفسيته تغيرت كتير كتير، ما عاد مثل أول. يعني أول ما كان يسأل لا يخاف، لا يجي من طرقة باب، لا يخاف من أي شيء، بس مثل ما حكينا بسبب القصف والدمار وهالشيء تغيرت كتير كتير نفسيته. هاي اللي عايشينها والحرب، وبسبب الحرب والدمار والقصف والقصف والدمار تغيرت نفسية الطفل كتير كتير، تغيرت سلبا، انعكست على الأهالي وانعكست عليه طبعا هو يعني أكتر شيء. لأنه بسبب عندما شاف هالطفل الدمار وشاف القصف وكان قريب من قصف من الطيران، تغيرت نفسيته كتير كتير. صار يخاف من كل شيء، يعني حتى صار يخاف من طرقة الباب، من تسكيرة الباب البيت، أو عندما تحط الأكل صوت المعلقة صار يرجي، صار يخاف منها، يرتعي، بيفكر إنه في شيء بدي يقتله، في شيء بدي، يعني غير نفسيته كتير. يعني حتى أنا أحيانا بجيب ابني لما بكون ماسك القبضة وبخبر من طريق المراصد إنه جاي طيارة أو جاي صاروخ أو في أي شيء، بحاول جيب ابني لعندي وبحطه حدي، بحاول لعبه مشان ينسى صوت الطيارة أو ما يخاف منه أو ما يشفل. ورغم إنه هيك لا بيشفل وبيخاف أحيانا، يعني حتى أحيانا بنكون مثلا نايمين، يعني بنقعد بنص الليل على صوته بصير يصيح وبيبكي وبيعيط، جاني يعني بنقول له ايش في، بيقول انه طياره، هو لا بيكون في طياره ولا بيكون في شيء. ويعني هذا الشيء اثر كثير على حياته، يعني حتى يعني هلق عندي ابني صغير بيضل ماشي مع امه، يعني اذا امه بدها تقوم بدها تجيب كاسه مي بده يقوم معه، يعني ما بيفارق امه ولا دقيقه. ليش؟ يعني بسبب الطياره، انه لما تجي الطياره بتلاقيه صار يبكي ويعيط ويصرخ بسبب الدمار اللي شافه هو، وشاف القصف وشاف الطيران وسمع صوت هالطيران. يعني صوت الطياره لحاله فعلا، يعني فعلا نحن عم نخاف، كيف هذا طفل صغير، يعني طفل صغير عمره 3 سنين او 4 سنين او 2، يعني فعلا هذا يعني ما لازم يخاف، لازم يعني اذا نحن عم نخاف لا عتب علينا، فكيف الولد الصغير. والحمد لله على كل حال يعني عايشين، ونحن عم نحاول نساعد هالطفل هذا بانه نغير له نفسيته، نشده نحن، منقربه نحن، منضل بلعبه، بضل بمزح معه، يعني بحاول معه باي بشتى الوسائل. بس يعني الحمد لله بتخف احيانا شوي، بس وقت بتجي الطياره يعني احيانا انا ما بكون موجود في البيت دائما، يعني بسبب شغلي، بحكم شغلي انا بطلع، يعني ما ممكن انه ضل كل النهار في البيت. فالولد هون بيرجع احيانا بالشغل، يعني بكون عم بشتغل برجع بلاقي الولد خايف او نايم، بتقلي امه مثلا هذا محمد هيك صابه او ابنك هيك صابه، بتقلي من شو، بتقلي الطياره، والله اجت الطياره وسمع صوتها وجفل وصار يبكي وحط راسه هناك. ايه نحن بنحاول يعني ما يفيق الولد، عند ما بيفيق ابني بحاول انه لعبه وساعده هيك انه نسيه الطياره، نسيه شيء. كل ما له عم يتعود، يعني عم يتعود على هيك شغلات، بس هو طالما انه في طيران وفي هيك شيء ما راح يحسن يتعود. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال.
طبعا الاثار النفسيه للحرب او القصف على الاطفال هو من اصعب او اشد انواع الاثار او الامراض بصراحه، ولاقي عده اسباب. السبب الاول لان هذه المشكله النفسيه او المرض النفسي يبقى مع الطفل فتره طويله حتى ما بعد انتهاء الحرب، غير المرض الجسدي الذي يشفى بشفاء او انتهاء العلاج. ثانيا لصعوبة علاج هذه الأنواع خاصة مع تفاقم الأزمة وكثرة الصدمات النفسية التي تعرض لها الطفل أثناء هذه أجواء الحرب والقصف. ثالثا لأن معظم الجهود الطبية حاليا بصراحة تغفل هذا الجانب من العلاج ومن الطب النفسي عند الأطفال، وذلك نتيجة كثرة الإصابات. يعني معظم الجهود الطبية حاليا تذهب إلى العلاج الإصابات الجسدية من فقد الأطراف، من الحالات الجراحية عند الأطفال نتيجة القصف، فلا يوجد وقت عند الأطباء أو العاملين في السكة الطبية بصراحة لهذا الجانب الذي يعتبر حاليا في مناطقنا للأسف من الترف الطبي، وذلك نتيجة كثرة الإصابات وكثرة القصف وكثرة الحالات أو الفواجع والإصابات الجسدية التي نشاهدها عند الأطفال. مع ذلك مع أن الجانب النفسي هو جانب مهم جدا عند الأطفال كما قلت، لأنه يؤدي إلى نتائج يعني عميقة عند الطفل وصعب علاجها مع الزمن إن لم تعالج في حينها أو إن لم يحدث وقاية لهذه الأمور. فمن هذه الاضطرابات النفسية مثلا الخوف من الذهاب إلى المدارس، مثلا تعرضت المدارس في أكثر من مجال لقصف فصار عند الطفل رهاب. يعني التأثير النفسي ليس فقط على نفسية الطفل، أصبح يؤثر على مستقبله، على حياته، على حياة أسرته. فنجد نسبة كبيرة من الأطفال يرفضون الذهاب إلى المدارس بعدما تعرضت مدارس عدة، أو حتى أحيانا المدارس التي يداومون فيها تعرضت للقصف ومشاهد الدمار وتقطيع الأشلاء لزملائهم أو المدرسين أمام أعينهم. أصبح أيضا عند الأطفال مشاكل النوم والكوابيس الليلية أو عدم القدرة القلق الشديد أو عدم القدرة على النوم أيضا نتيجة مثلا مشهد تعرض منزلهم أو منزل جيرانهم للقصف ومشاهد الدمار، مشاهد فقدان محب أب أو أخت أو أم. هذه المشاهد كلها تؤدي إلى آثار سلبية عميقة بصراحة عند الطفل، وعلاجها كما قلت يتطلب فريق كامل، يتطلب الوقاية أهم من العلاج في هذه الأمور، يتطلب فريق نفسي كامل ودعم نفسي حتى ما بعد انتهاء هذه الأزمة. في الرستن بريف حمص أسست مجموعة نساء جمعية تعنى بالطفولة والأمومة. ترعى الجمعية الأطفال والأمهات عبر تقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، لكن حاجة أغلب الأهالي للتطبيب دفع الجمعية إلى توسيع خدماتها لتشمل شرائح أخرى في المدينة. قررنا إنشاء مكتب رعاية الطفل والأمومة وذوي الاحتياجات الخاصة في مطلع عام 2012، وبفضل من الله سبحانه وتعالى لغاية الآن منذ 6 سنوات هو المكتب الوحيد في بالريف الشمالي، لا بل بإمكاننا نقول بكل سوريا، يلي بيقدم خدماته بشكل يومي متواصل صيفا شتاء ربيعا خريفا، ما في ليلا نهارا، موجودين بفضل من الله سبحانه وتعالى لخدمة الناس اللي عم يعانوا أشد المعاناة الإنسانية والبشرية. بيخدم مكتبنا فئة الأطفال وفئة المعاقين. فئة الأطفال نحن بنخدمهم بتقديم الحليب لإلهم، تأمين الحليب لأنه حيث لا بدائل للطعام في المرحلة العمرية الأقل من سنة للأطفال، وبالتالي نحن منأمن الحليب لإلهم، منأمن الفواط، منأمن الدواء في بعض الأحيان للأطفال. لدينا 1950 رضيع منقوم على رعايتهم أسبوعيا بتقديم علبة حليب على الأقل لإلهم. مؤخرا بفضل من الله سبحانه وتعالى الله أكرمنا بحملة
الشيخ النصار مستمرة للشهر الثالث على التوالي بمدينة رستن، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تستمر لتأمين الحليب كونه عم نلاقي كتير صعوبات بتأمين هاي المادة اللي هي كانت مقطوعة ومقطوعة كمان لغاية هلأ بتكلفنا كتير لحتى نقدر ندخلها من خلال حواجز النظام. هذا بالنسبة ما يخص الأطفال. أما ما يخص المعاقين، عمل المعاقين، فنحن عنا 1450 معاق موثق قدرنا نوثقهم وقدرنا نقدم لهم خدماتنا على مدار 6 سنوات. المكتب بيخدم كل الإعاقات سواء نتجت عن الحرب اللي هي مثل بثر الأطراف، مثل الشلل، مثل العمى، كلها هي نتجت عن إعاقات نتجت جديدة عن الحرب والقصف نتيجة القصف الشديد على مدينة رستن، وأيضا الإعاقات الخلقية اللي بتولد مع الإنسان مثل التشوه الخلقي وكل الإعاقات الأخرى. هالإعاقات هي نحن نقدم لها وكرات، عكازات، فرشات هوائية، ألبسة، أطعمة، أدوية. بما يخص الأدوية مؤخرا كمان بفضل من الله سبحانه وتعالى استطاع مكتبنا تأمين صيدلية عصبية تخدم الريف الشمالي كاملا، كل المرضى العصبية بالريف الشمالي الصيدلية عم تقدم لهم مجانا أدويتهم. طبعا من أدوية العصبية معروفة تماما إن هي غالية، استطعنا أيضا بفضل من الله من خلال الرابطة الطبية للمغتربين العرب السوريين سيما أن نقدم لها دعم ولو بسيط، ونتمنى يكون إسع أكثر لحتى نقدر نخدم كمان شريحة أكبر إن شاء الله من خلال السيدة العصبية. هنا هي أهم المشاريع اللي نحن اللي مكتبنا فكرنا بالبداية أنه نحن نخدمها للأطفال والمعاقين، لكن نتيجة مثل ما قلت لك الوضع الإنساني المزري في هذه المدينة امتدت مشاريعنا وخدماتنا لشريحة أخرى. هي اللي بنقدر نقول أنه الخدمات أو المشاريع اللي بتخص كل رستن بشكل عام. عنا كان مشروع دعم نفسي استقطبنا 15,000 طفل لمدة 6 أشهر، قدرنا نقدم نعيشهم حالة من السعادة ضمن القصف، ضمن التشرد، ضمن المعاناة، حسوا بإنسانيتهم، حسوا بأنه ما زالوا أطفال، ما زال هناك ناس يعني بيفكروا فيهم، بيشعروهم بأهميتهم وبأنه هن عصب الحياة سواء حاليا أو للقادم. أيضا استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى تقديم الأضاحي على مدار 6 سنوات بالأعياد، استطعنا أيضا تقديم برمضان وجبات إفطار صائم تماما بتخدم كل مدينة رستن، استطعنا أيضا لأكثر من 3 مرات تأمين مادة الخبز لمدينة رستن بما يعادل 57,000 ربطة في كل خبزة من الخبزات. أيضا لدينا مشروع لمزن الخير، مشروع قطرة ماء استطعنا به كمان أيضا الوصول إلى أبعد مكان في مدينة رستن لأجل تخدم الناس، كون هذه المدينة تعاني من نقص في الماء وانعدام بالماء، انعدام بالكهرباء، انعدام بالطعام، أبسط أمور الحياة في هذه المدينة مفقودة، فكان مشروع قطرة ماء للتخفيف من معاناة أهلنا في هذا الجانب. نحن حاليا هلا عم نعمل تقييم للمعاقين 2016 جديد، يعني في ناس مثلا في عندها اعاقات كانت بالاصابات اللي خلفها القصف كانت يعني مثلها 50 30 40. نحن نحاول ان شاء الله نشوف تقييمه جديد اللي ظاهر يعني مثل اللي اجره رايحه يعني او ايده رايحه او عينه رايحه، هذا ما في داعي نحن نعمله تقييمه ظاهر، يعني عينه مبينة رايحة، يجروا رايحة، يدو رايحة ظاهر، بس نحن اللي بيكون مثلاً حالته فيها عرجان يعني بصعب يجروا 4 سم 5 سم، بنحاول نعمل تقييم عشان نعمل أخبار جديدة، يعني نسبة الإعاقة بتبلش من 15%، في عندك ناس مثلاً مشلولة بالإصابات مثلاً 100، في عندك تحت 90، في عندك 80، في عندك 70 لل 15، 15 بيكون مثلاً متصاوب عم يأخذ بسيط بإجره يعني. ونحن بنجهز له الامور كلها ب 2017، بنجهز له بطاقه يستلم عليها شهريا، المشلول بيجي لعنا شهريا معه البطاقه، بننظر على البطاقه نحن شو له احتياجات. المشلول احيانا بيكون عم يستخدم فوات من اثر الضرب، يعني ارضه مشلول لا بيتحرك لا هيك ولا هيك، بيجي على المكتب بنطلع على البطاقه نحن، نعطيه بطاقه الاسم والعنوان واحتياجات، بده حليب نعطيه حليب، بده فوات نعطيه فوات. مثلا يجي الشخص مثلا ما له مشلول مثلا ما عندنا شيء، نحن بنقول له راجعنا راس الشهر، بلكي اجانا شيء من شيء حد قدم له المكتب للمعاقين، اجتك سله، اجتك طحين، اجاك اي شغله نحن بنقدم له شهريا ان شاء الله. بس اهم شيء نحن بنركز على المبتور اجره،
بنجهز العكازات، بنجهز وكرات، وكر هذا برباعي بيمشوا عليه، بنجهز له كرسي، بنجهز له زحافه اللي مشلول مثلا ما بيقدر، بحاجه لزحافه، فرشة من الكهربائيه، الحاجات اللي بيستخدمها اللي شلل، هذن اكثر شيء جاهزات يعني عندنا. ايمت ما يجي شخص مبتور اجره فورا، بده عكاز يلا سلم عكاز استلم فورا، بده كرسي جاهز، بده فرش ان شاء الله جاهزات عندي، اي احتياجات للي اجره مثلا ظاهره او بحاجه كله جاهز ان شاء الله. وانا قلت لك نحن اللي مركز عليه اكثر شيء المشلول بالاصابه، مثلا نعطي فواط، نعطي الجاهز عندنا. في ختام هذه الحلقة شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.